وضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين فاز فريق الرياض على فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبذلك أقصى فريق الرياض الهلال بطل الدوري العام من مباراة الكأس. من الرياض وانتهت المباراة بفوز فريق الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هدف أول لفريق الرياض. إعادة للكرة وإعادة للهدف داخل منطقة الجزاء باتجاه صالح النجراني وطارق الرزقان، تعدل الحمدان وبيصلح برأسه وبيحاول يسدد ومن بعيد تسدد، وهدف ثاني، هدف ثاني لفريق الرياض. لعبت الكرة سريعة، كرة الحمدان اللي تحولت، نعم كرات عالية، كرات ساقطة بيستغلها فريق الرياض في مرمى هنا. هذه الكرة اشترك فيها النجران، حولها إلى فهد الحمدان. حسين البيشي بيحول إلى صفوق الطمياط، صفوق في اليسار بيحاول يعدي من القرني داخل منطقة الجزاء، وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح فريق الهلال. حكم المباراة إبراهيم الحلوة يتقدم الثنيان، يسدد الثنيان وهدف للثنيان. طالع مع محمد القرني على اليمين عشان تلقى تمريرة الرد، وماشي سدوس، ماشي بهيئة لصالح النجراني، حاول يسدد من بعيد صالح النجراني ويدخل منطقة الجزاء وبيلعبها من واحد من اثنين ويسدد، الله، هدف لصالح فريق الرياض بهدف ثالث، لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف في الدقيقة 45 مقابل هدف واحد لفريق الرياض. نتيجة كبيرة.